معانا من السعوديه زميلنا المميز اللي عمل شغل عظيم جدا جدا معانا في تغطيتنا لكأس العالم للأندية لبرنامج رقم 10 والتلفزيون المصري محمد جمال. يا جيمي مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وبشكرك بداية على الشغل العظيم اللي انت عملته. حبيبي الكريم وتحياتي، ونتمنى انك تقدمنا حاجة كده للناس تحاول تحسسهم ان هم موجودين في أجواء البطولة. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وانت استحقيت واحنا استحقينا الفرحة في النهاية ببرونزية كأس العالم. الحمد لله كريم. النهارده المباراه الاهلي سهل الامور على نفسه في البدايه، لكن الامور صعبت شويه في منتصف المباراه باستقبال هدفين وبعدين ركله جزاء ضايعه، لكن الاهلي كان يستحق البرونزيه ويستحق اكثر من البرونزيه. يمكن التقرير اللي خدناها بحديثنا مع لعيبه بعد المباراه تحديدا محمد الشناوي ومحمد هاني، اثنين من كباتن الفرقه، وكمان كان في كلام معاهم، اتكلمنا مع علي معلول بعد المباراه مباشره. لعيبه زعلانه كريم، يعني فرحانين طبعا باوضه اللبس وفرحانين بالبرونزيه وانجاز للكيل ده، انه ثلاث ميداليات برونزيه في اخر اربع نسخ، وحتى النسخه اللي ما خدتش فيها ميداليه عملوا اداء عظيم جدا جدا. اللعيبه زعلانه كريم، في جواهم حته كده، لا احنا كنا نستاهل نلعب فاينل، احنا كنا قادرين نلعب فاينل. وده بينقل لك يا كريم قد ايه العقليه، انت بتتكلم على انه الجمهور واللعيبه حاسين لا احنا كنا ممكن نلعب فاينل، حاسين احنا كنا ممكن نروح ابعد من كده. لكن طبعا طبعا انجازات عظيمه جدا جدا بيقدمها الجيل ده كريم. الجيل ده مظلوم، بيهاجم طول الوقت مع اي انخفاض المستوى، بيتم اتهام اللعيبه احيانا ان هم ما عندهمش شخصيه الجيل الذهبي للنادي الاهلي، لكن بيورهنوا ان هم على الاقل هم جيل اقوى الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. كل اللاعبين حدث ولا حرج. النهارده بتتكلم على ياسر ابراهيم، في وجهه نظري هو واحد من نجوم البطوله، الا ما ياخد الابرز في وجهه نظري، مع محمد الشناوي، مع احمد نبيل، مع مروان عطيه، لعيبه كتير قدمت مباريات كبيره جدا يا كريم. ساعدوا الفريق بالكامل ان هم النهارده على الاقل ياخدوا ميداليه برونزيه. اللعيبه كلها كريم النهارده بيقولوا ان احنا لسه جايين. كان في تصريح مهم جدا لمحمد الشناوي استوقفني وانا بتكلم معاه بعد المباراه، قال لي احنا عارفين ان افريقيا كلها طمعانه فينا، عارفين ان احنا خدنا كل حاجه السنه اللي فاتت، ان احنا ممكن نواجه عقبات كتير جدا وصعوبات كتير جدا السنه دي، احنا مش هنسيب بطوله، احنا مركزين ان احنا ناخد كل حاجه، احنا عارفين كل التحديات اللي بتقابلنا. الكلام ده انا بنقله للعيبه، واللعيبه كلها على قدر المسؤوليه. فوقفت كتير عند التعليق ده كريم، والتصريح ده بتاع انه افريقيا كلها طمعانه فينا واحنا مش هنسيب حاجه. احنا شغالين وبنتكلم دايما مع اللعيبه، الناس بس تصبر علينا شويه. احنا خرجنا من خمس بطولات الموسم اللي فات خدناهم كلهم، ان شاء الله السنه دي هننافس على كل البطولات. ده انا قال لي في عز الفرحه يا كريم بتاعتهم، العقليه بتاعت اللعيبه عامله ازاي، العقليه بتاع كابتن الفرقه عامله ازاي. طيب عايز اسالك او عايزك تقول لي كلمتين كده عن مارسيل كولر. شفت مارسيل كولر ازاي في البطوله دي، وشفت ازاي مشوار مارسيل كولر عموما يعني مع النادي الاهلي؟ مارسيل كولر يا كريم مدرب كبير قوي يا كريم، عظيم مدرب، عمل نجاحات مع الفريق ده. هو في مدربين عملوا ده، لكن الاهلي بيقدم اداء عظيم، بيقدم نتائج عظيمه لا كمان الاهلي والهويه والراجل. انا سالته سؤال اول ما احنا هنا كريم قبل اول اي مباراه، سالته سؤال والراجل كان على كلامه وعلى قد كلامه، قال لي قولا واحدا احنا عندنا فلسفتنا هنلعب بيها ومش هنغيرها لاي شخص وهنشتغل بيها في المباراه ايا كان المنافس. صدق كل نفس الفلسفه نفس الطريقه، شيل ترس ويحط ترس. ناس كتير اتكلمت على فرقه كريم اللي موجود، مش الفرق اللي موجوده في وطننا العربي، وقالوا ان عندهم الشخصيه وان عندهم الاهلي يا كريم اكبر شخصيه موجوده في الوطن العربي وموجوده في الشرق الاوسط. الاهلي يا كريم بتحط لعيب ما تحسش، الاهلي يعاني احيانا من مستوى في مواقف كبيره، حتى لعيب واحد ما عملش اكثر من في البطوله دي، لعيب واحد الناس ما قالتلوش برافو عليك في لقطه من اللقطات، ما قالتلوش برافو عليك في وقت من الاوقات. لكن كل ده مش هيحصل ولا عمره كان هيحصل ولا عمر كان الاهلي هيوصل له اداء ونتيجه. فلسفه لما يكون عندك مدرب كبير بيعرف مع اللعيبه هناك جوه اوضه اللبس، بيعرف يتعامل ازاي مع اللعيبه بره اوضه اللبس، بيعرف يدير مبارياته ازاي ويشتغل على لعيبته ازاي. مارسيل كولر يستحق يستحق الكلام ده. على فكره انت بقى عندك تريد مارك مهم جدا جدا جدا، مش عارف تعرفه ولا لا؟ قول لي. مارسيل كولر يا كريم. اول ما بتقول مارسيل كولر يا كريم طبعا. كل الناس بتبقى عارفه ان انت هتقول حاجات حلوه قوي، الناس كلها مبسوطه في الكنترول. مارسيل كولر يا كريم دي بتتكرر كتير معاك. وانا والله لما قابلت بعد مباراه الاتحاد جده يا كريم على طول يا جماعه، ده حديث
الراجل متابع كل اللي بنقوله ومتابع كل حاجه، وهل انا عارف ان انتوا كنتوا بتتكلمونا الفتره اللي فاتت شويه، لكن ده طبيعي، ده طبيعي. جيمي انا بشكرك شكرا. طبيعي حبيبي يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخله. مستنيينك بقى هنا في الاستوديو نحلل ما حدث في هذه المواجهات وهذه البطوله العظيمه للنادي الاهلي.